السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكمل اليوم درس عناصر الطقس، ونتحدث عن أثر الحرارة في الضغط الجوي، وكذلك سنتحدث عن خطوط تساوي الضغط، وأيضا كيف تنشأ الرياح. نأتي إلى العامل الثاني الذي يؤثر على الضغط الجوي، وهو الحرارة. كلما ارتفعت درجة الحرارة يقل الضغط الجوي، وقد تحدثنا عن ذلك في الدرس السابق. إذن علاقة درجة الحرارة بالضغط الجوي علاقة عكسية، إذا ارتفعت درجة الحرارة يقل الضغط الجوي. علل: عندما ترتفع درجة الحرارة في منطقة ما فإن الضغط الجوي يقل. لماذا يا سابع؟ إذا ارتفعت الحرارة في منطقة ما فإن الضغط الجوي يقل. السبب لأنه عندما ترتفع الحرارة يسخن الهواء الملامس للمنطقة، فيتمدد هذا الهواء وتتباعد جزيئاته وتقل كثافته، وبالتالي يصبح وزن عمود الهواء أقل، لذلك يقل الضغط الجوي. إذن عللي: عندما ترتفع درجة الحرارة في منطقة ما فإن الضغط الجوي يقل. السبب لأنه إذا ارتفعت الحرارة يسخن الهواء، وبالتالي يتمدد وتتباعد جزيئاته وتقل كثافته ويصبح وزن عمود الهواء قليل، لذلك يقل الضغط الجوي. نأتي إلى خطوط تساوي الضغط. هذه الخطوط يا سابع يمكن أن نجدها أو نراها على خرائط الطقس، وهي عبارة عن خطوط وهمية منحنية كما هي واضحة في الشكل، تصل بين جميع النقاط ذات الضغط الجوي المتساوي، ويكون مقدار الضغط مثبت بجانبها. إذن خطوط تساوي الضغط هي خطوط وهمية منحنية كما هي واضحة في الشكل، وتصل بين جميع النقاط ذات الضغط الجوي المتساوي. جميع المناطق الموجودة على هذا الخط لها ضغط جوي مثلا يساوي 970، وهنا الضغط الجوي لجميع المناطق الموجودة على هذا الخط تساوي 980، وهكذا. إذن هي خطوط وهمية منحنية تصل بين جميع النقاط ذات الضغط الجوي المتساوي، ويكون مقدار الضغط كما هو واضح مثبت بجانبها. الأرقام الموضوعة على الخطوط تشير إلى قيم الضغط الجوي كما تحدثنا. إذن هذه الأرقام الموجودة على الخطوط تشير إلى قيم الضغط الجوي، وكل خط يمثل ضغطا معينا ويكتب عليه قيمة الضغط الجوي. إذن كل خط يمثل ضغطا معينا ويكتب عليه قيمة الضغط الجوي. لاحظي يا سابع هنا منطقة ضغط جوي، وهنا عندنا سابع أيضا مناطق مختلفة من قيم الضغط الجوي. نأتي إلى هذه المنطقة. لاحظي يا سابع بأن الضغط الجوي يقل كلما اتجهنا إلى المركز. هنا قيمة الضغط الجوي 1020 ثم أصبحت 1010، وإذا اتجهنا إلى المركز سوف يصبح الضغط قليل. إذن هنا قيم الضغط الجوي تقل كلما اتجهنا نحو المركز، لذلك يمكن أن نصف بأن المنطقة تتأثر بمنخفض جوي، ويرمز للمنخفض الجوي بالرمز L أي low pressure، وهو ضغط جوي منخفض. نأتي إلى هنا. هذه القيم يا سابع قيم الضغط الجوي تزداد كلما اتجهنا إلى المركز. لاحظي 1000 1010، 1020، 1030، 1040، وهذه عندنا سابع. القيم تزداد كلما اتجهنا إلى المركز، وبأنها تزداد كلما اتجهنا إلى المركز، إذن هنا تتأثر المنطقة بمرتفع جوي أي high pressure، وهذه المنطقة تتأثر بمرتفع جوي، إذن لأن القيم الضغط الجوي تزداد كلما اتجهنا إلى المركز، بينما المنطقة الموجودة قبلها تتأثر يا سابع بمنخفض جوي لأن القيم تقل كلما اتجهنا إلى المركز. 1020 ثم 1010 ثم 1000، إذن قيم الضغط الجوي تقل، إذن هو منخفض جوي، وهنا قيم الضغط الجوي نحو المركز تزداد 1020 1030 1040، إذن القيم تزداد وهنا تتأثر بمرتفع جوي. إذن نأتي مرة أخرى إلى المنخفض الجوي أو مفهوم المنطقة التي تتأثر بمنخفض جوي. ماذا نعني بالمنخفض الجوي؟ هي منطقة من الهواء تكون قيم الضغط فيها أقل من قيم الضغط في المناطق المجاورة لها،
وتقل قيم الضغط كلما اتجهنا للمركز ويرمز له بالرمز L. إذن كما تحدثنا سابقا هنا قيم الضغط الجوي تقل، إذن هنا منخفض جوي، وهنا قيم الضغط الجوي تزداد كلما اتجهنا إلى المركز، إذن هو مرتفع جوي. المرتفع الجوي إذن هو منطقة من الهواء تكون فيه قيم الضغط أعلى من قيم الضغط في المناطق المجاورة لها، وتزداد قيم الضغط كلما اتجهنا للمركز ويرمز له بالرمز H أي High Pressure. نأتي إلى المنطقة أيضا أو الصورة الموجودة أمامكم. هنا عندنا أيضا يا سابع مجموعة من قيم الضغط الجوي. لاحظي سابع بأن القيم الضغط الجوي كلما اتجهنا إلى المركز في هذه المنطقة نجدها بأنها تقل 1004 ثم 1000 ثم 996، إذن هنا تتأثر المنطقة بمنخفض جوي، بينما إذا أتينا إلى هذه المنطقة لاحظي بأن قيم الضغط الجوي كلما اتجهنا إلى المركز تزداد، كانت 1000 ثم 1004 ثم 1008، إذن هنا تتأثر المنطقة بمرتفع جوي ويرمز للمرتفع الجوي بالرمز H، وهذا ما نلاحظه عندما نشاهد خرائط الطقس. نأتي إلى هذا السؤال، حددي مناطق المنخفض الجوي ومناطق المرتفع الجوي على الرسم. نأتي إلى هذا الرسم أو هذا الشكل. لاحظي سابع هنا قيم الضغط الجوي تقل، كانت أو 1014 ثم أصبحت 1010 1006 1003 998 994 ثم 990، إذن هنا قيم الضغط الجوي تقل، فهنا تتعرض المنطقة لمنخفض جوي. نأتي إلى المنطقة المجاورة لها، هذه المنطقة لاحظي سابع بأن قيم الضغط الجوي تزداد إذا اتجهنا نحو المركز، 1018 ثم 1022 1026 ثم زادت وأصبحت 1030، إذن هنا قيم الضغط الجوي تزداد، فإذن هنا مرتفع جوي. إذن هذه المنطقة تنخفض قيم الضغط الجوي كلما اتجهنا نحو المركز، فهي تتأثر بمنخفض جوي ويرمز له بالرمز L، وهنا تزداد قيم الضغط الجوي إذا اتجهنا نحو المركز، لذلك تتأثر المنطقة بمرتفع جوي ويرمز له بالرمز H. نأتي إلى الرسم أو الشكل الموجود هنا لنحدد معني سابع بماذا تتعرض عندنا هذه المنطقة، هل تتعرض المنطقة A لمنخفض جوي أم مرتفع جوي، وكذلك دال، هل تتعرض المنطقة دال لمرتفع جوي أم منخفض جوي. نبدأ بA، لاحظي هنا سابع قيم الضغط الجوي تزداد 1015 ثم 1020 1025 1030، إذن قيم الضغط الجوي كلما اتجهنا إلى المركز في المنطقة A تزداد، إذن A تتأثر هذه المنطقة بمرتفع جوي ويرمز له بالرمز H، إذن هنا تتأثر المنطقة بمرتفع جوي لأنها تزداد قيم الضغط الجوي كلما اتجهنا نحو المركز، فهنا مرتفع جوي ويرمز له بالرمز H. نأتي إلى المنطقة الثانية وهي المنطقة دال، المنطقة دال لاحظي يا سابع بأن قيم الضغط الجوي تقل 1020 1015 1010 1005 ثم 1000، إذن قيم الضغط الجوي كلما اتجهنا نحو المركز تقل، إذن هذه المنطقة تتأثر بمنخفض جوي ويرمز له بالرمز L أي low pressure، وهي منطقة منخفضة من الضغط الجوي، لذلك هنا تتعرض المنطقة لمنخفض جوي، إذن A مرتفع جوي حسب قيم الضغط الجوي، وهنا دال منخفض جوي. ماذا نقصد بالرياح يا سابع وكيف تنشأ الرياح؟ الرياح هو هواء متحرك ينتقل من منطقة الضغط الجوي المرتفع إلى منطقة الضغط الجوي المنخفض، وأيضا يا سابع تختلف الرياح في سرعتها واتجاهها، طبعا تختلف في سرعتها حسب الاختلاف بين قيم الضغط الجوي أو الفرق بين قيم الضغط الجوي في المنطقتين. إذا الرياح هو هواء متحرك ينتقل من منطقة الضغط الجوي المرتفع إلى منطقة الضغط الجوي المنخفض، وتختلف الرياح في سرعتها واتجاهها. سنتحدث هنا يا سابع كيف تنشأ الرياح.
نتيجة تسخين أشعة الشمس لسطح الأرض، يسخن الهواء الملامس للمنطقة فترتفع درجة حرارته ويتمدد ويصعد للأعلى على شكل تيارات حمل صاعدة. إذا يا سابع، الشمس تقوم بتسخين المناطق الموجودة على سطح الأرض بمقدار مختلف. بعض المناطق تكون درجات الحرارة فيها مرتفعة، والبعض الآخر تكون درجات الحرارة فيها أقل ارتفاعاً أو تكون منخفضة. في المنطقة التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة، يكون الضغط الجوي فيها منخفض، وتتشكل هواء أو يتشكل هواء. هذا الهواء يكون عبارة عن تيارات حمل صاعدة يصعد إلى الأعلى، ويكون الضغط في هذه المنطقة منخفض. إذن إذا سخنت الشمس منطقة وكانت درجة الحرارة فيها مرتفعة، فإن الضغط الجوي يكون منخفض، وتتشكل عنا هواء. هذا الهواء يتمدد ويصعد إلى الأعلى على شكل تيارات حمل صاعدة. بينما في المنطقة الأخرى التي يكون فيها درجة الحرارة أقل أو تكون درجة الحرارة منخفضة، فإن الهواء هنا لا يتمدد، وإنما تزداد كثافته فينزل إلى الأسفل على شكل تيار هواء هابط. وتتشكل أيضا منطقة ذات ضغط مرتفع، لأن العلاقة بين الحرارة والضغط علاقة عكسية كما درسنا سابقا. إذا هنا تزداد الضغط إذا يزداد الضغط إذا انخفضت درجة الحرارة. وبهذا الشكل نلاحظ أنه تكون منطقتان أو تكونت منطقتان، منطقة يكون فيها الضغط الجوي مرتفع، ومنطقة أخرى الضغط الجوي فيها منخفض. لذلك ينتقل الهواء أو ينتقل الرياح من منطقة الضغط الجوي المرتفع إلى منطقة الضغط الجوي المنخفض، وهذا الذي يشكل الهواء أو الرياح. إذن كيف تنشأ الرياح؟ نتيجة لتسخين أشعة الشمس لسطح الأرض، يسخن الهواء الملامس للمنطقة فترتفع درجة حرارته ويتمدد ويصعد للأعلى على شكل تيارات حمل صاعدة، فتتشكل منطقة ذات ضغط جوي منخفض. وفي منطقة أخرى يكون تأثير أشعة الشمس أقل، فالحرارة منخفضة، فيتقلص الهواء ويهبط إلى الأسفل على شكل تيارات حمل هابطة، ويشكل منطقة ذات ضغط جوي مرتفع. ونتيجة لذلك يتحرك الهواء من منطقة الضغط الجوي المرتفع إلى منطقة الضغط الجوي المنخفض، والحركة تكون أفقية كما هو واضح في الشكل، مكونا ما يعرف بالرياح. وكلما كان الفرق بين الضغط في المنطقتين كبير، كانت سرعة الرياح أكبر، أي العلاقة طردية. إذا كلما كان فرق الضغط بين المنطقتين أكبر، كانت سرعة الرياح أكبر، أي علاقة طردية. تسمى الرياح باسم الجهة التي تهب منها، فإذا كانت الرياح جنوبية فإذا جاءت هذه الرياح من منطقة الجنوب، وإذا كانت شرقية فهي آتية من جهة الشرق، وهكذا. لتحديد سرعة الرياح نستخدم جهاز يسمى الأنوميتر، وتزداد سرعة دوران الصحون كلما زادت سرعة الرياح. هذا يا سابع هو جهاز الأنوميتر، وهو جهاز يستخدم لقياس سرعة الرياح. كلما زادت سرعة الصحون الموجودة في هذا الجهاز الذي هو الأنوميتر، يدل على أن الرياح سرعتها شديدة. ولتحديد اتجاه الرياح نستخدم الجهاز الآخر، وهذا هو الجهاز الذي نستخدمه لتحديد اتجاه الرياح، ويسمى السهم الدوار. ومبدأ عمله، عندما تهب الرياح يتحرك الطرف العريض مع اتجاه الرياح، فيشير السهم إلى الاتجاه الذي تهب منه الرياح. إذن عندما تهب الرياح يتحرك الطرف العريض مع اتجاه الرياح، فيشير السهم إلى الاتجاه الذي تهب منه الرياح.